ملف مهم جدا وليه يعني ردود افعال كبيره، هو رغبه هنا ميسي بقى في الرحيل عن برشلونه. طبعا هي مخيمه في الصحف الاسبانيه، وكشفت هنا صحيفه اسبانيه كمان ان نادي برشلونه رد على رغبه نجمه ليونيل ميسي بالرحيل خلال الصيف الحالي بطريقه صادمه لم يكن يتوقعها. قالت الصحيفه ان المسؤولين في النادي اكدوا لهم انهم تم التواصل بالفعل بين والد ليونيل ميسي، وهو طبعا زي ما احنا عارفين مدير اعماله، نقلوا اليه انهم ما فيش اي حديث عن مفاوضات بخصوص هنا رحيل ميسي ولن يتم النظر اليها يعني، وقالوا انه في حال قرر وتمسك بقراره فعلى اي نادي راغب بقى في التعاقد معاه دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ كام يا كريم؟ قولي 700 مليون يورو. الله بصلي عليك يا نبي. يعني كلام كتير حول هذا الموضوع، وخلينا نعرف اكتر ونفهم اكتر يعني من الاستاذ عمر البنوني الناقد الرياضي. يا استاذ عمر صباح الخير في البدايه على حضرتك. صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، يا رب تكونوا بخير وكل الامور تمام. الحمد لله، وعايزين نطمن منك كده وهسالك يعني هل دي نقدر نقول بدايه نهايه ميسي وبرشلونه، ولا الوضع من وجهه نظرك التحليليه الرياضيه ايه بالظبط؟ لا هو بالتاكيد ما فيش نهايه لبرشلونه، لكن ممكن يكون ميسي بياخد خطوه جديده في الكارير بتاعه. هي مختلفه شويه لانه ميسي ما خرجش بره برشلونه، ما خرجش بره اسبانيا 16 سنه مع فارس تيم في كاتالونيا في برشلونه. برضو فكره زي ما حضرتك قلتي كده انه الشرط الجزائي هو دلوقتي الاساس، مش هيبقى رحيل مجاني زي ما كان ميسي بيفكر او بيخطط له مع الفريق القانوني بتاعه، وبالتالي الرقم هيبقى اضخم رقم في تاريخ الكوره انه يكون في حد يمشي من فريق او يتعاقد مع فريق مقابل 700 مليون يورو. بس رقم ضخم جدا. الغاوي نقض بطاقيته ولا ايه راي حضرتك؟ احنا بنتكلم على لعيب استثنائي بالمعنى الحرفي يدفع فيه المبلغ ده يعني. ما هو كلام حضرتك سليم، لكن في نفس النقطه دي اللعب المالي النظيف، وبالتالي ما فيش نادي يقدر يدفع المبلغ ده ما دامت ميزانيته لا تتحمله. وفي نفس الوقت ما ينفعش يعني الرقم ده يدفع في وقت انت ميزانيتك ما بتحققش مكاسب تقابل هذا الرقم، وبالتالي التعاقد في الموضوع هيبقى صعب قوي. الخطوه نفسها هتبقى فعلا خطوه تاريخيه، مين هيقدر يفض الاشتباك ده؟ هي دي هتبقى الخطوه الكبيره او يعني النقله اللي هتبقى في تاريخ الكوره الفتره اللي جايه. يعني احنا هننتظر ونشوف كده الوضع هيبقى عامل ازاي، بس اعتقد العالم كله بيترقب ما هو القادم حول ملف ميسي. خليني استاذ عمر اروح معاك لو تسمح لي للنني، وهنا بقى عوده الدوري الانجليزي مره ثانيه ومشاركته، يعني لو لدى حضرتك برضو بعض التفاصيل اتفضل. لا بالتاكيد طبعا محمد النني محظوظ جدا في الفتره دي، موفق كمان نقدر نقولها بالمعنى ده، انه يرجع من بشكتاش التركي الاعاره تخلص ما كانتش موفقه قوي، كان ظروف الكورونا بخلاف انه كان فيه خلافات مع اداره نادي بشكتاش، يرجع على ارسنال يلعب ماتش ودي يسجل هدف ثم يلعب ماتش الدرع الخيريه ويقدر ان هو يتوج بالبطوله دي لتاني مره مع ارسنال وعلى حساب ليفربول، يمكن هارد لك لصلاح، لكن هو انني اعتقد انه متمسك قوي بالاستمرار في انجلترا الفتره اللي جايه. إذا ما كانش في أرسنال أكيد هيبقى في فرقة تانية جوه إنجلترا مش بره إنجلترا، هو مش حابب ياخد تجربة تانية بره إنجلترا بعد تجربة بشكتاش. وأعتقد كمان إنه فكرة محمد النني وأرسنال أعتقد متاحة شوية في وجود مايكل أرتيتا كمدير فني، لأنه يمكن قبل كده كانت الأمور صعبة شوية إن المدرب السابق ما كانش بيحب محمد النني وأعلنها صراحة إن هو مش محتاجه معاه في الفريق، لكن دلوقتي مايكل أرتيتا بيشركه في أول مباراة ومباراة رسمية، فأعتقد إنه كده ده مؤشر كويس جدا لمحمد النني الفترة اللي جاية. رائع جدا، أنا بشكرك أستاذ عمر، وإن شاء الله هيكون معانا لازم فقرة تنورنا فيها كده ونقعد نحلل بإذن الله كل الأخبار. شكرا ليك. تعالوا بقى نروح لموضوع غريب.